السلام عليكم شباب. اليوم عندنا ما شاء الله فحل قنبله من حمام الهيربوتس ام واب ناشونال ايس بيجن كي بي دي بي. ما شاء الله فطير وسطاني بريشه وجنح فول، ومن الطيور القليله بالعراق اللي طب ام واب ناشونال كي بي دي بي على مستوى بلجيكا. ما شاء الله طير فول مواصفات 2020 تفريخ الهيربوتس. بس انا شفت لكم عن الشهاده مالته هذا الطير، يعني ما شاء الله به شهاده جدا لطيفه كلش حلوه شهادته الطير، وهو الطير فتشي كلش حلو 2020 بعد صار مهر. ما شاء الله الطير جدا لطيف هذا الطير، ما شاء الله به جسمانيه وسطاني راهي الطير كلش جميل فوق الوسط. هاي الشهادة مالته شباب. الأب جاك تاسع ناشونال ايس بيجن كي بي دي بي، والأم كوكو ثاني ناشونال ايس كي بي دي بي. ما شاء الله أم وأب ناشونال كي بي دي بي. هاي صورة الأب اللي هو جاك تاسع ناشونال ايس كي بي دي بي شورت بالقصيرة. أول ثاني ثالث رابع سابع ثامن تاسع، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مرة مطالع من العشرة الأولى. وهاي سباقات المسافات مفكوك من 110 لحد 213، يعني فول سبرنت هذا الطير. وهاي أعداد الحمام أخوان، يعني ما شاء الله طير كلش حلو. وهاي أمه اللي هي كوكو 2018 ثاني ناشونال ايس بيجن كي بي دي بي ميدل سيستم 2019 سبع مرات اول. ان شاء الله الامايه اخوان خلينا نقول بداية الوسط سباقاتها، يعني بالسابقه 269 من السابقه 339 من السابقه 408 و481 كيلو متر، يعني من السابقه من 200 لل 400. أول ثالث بروفنشال، أول ثاني تاسع، أول خامس سادس عاشر. إن شاء الله فول أم وأب، وهاي شهادة الأم. إن شاء الله أم وأب ناشونال آيس بيجن كي بي دي بي. الأب تاسع الأماية ثانية، وهذا تحليل الدي إن إي مالته. هذا الطير هذا رقم 616، هاي امه وابوه جاك وكوكو